طيب هو مؤخرا بقى يعني موضوع اليوتيوب في كمية فيديوهات كتير جدا لناس بتتكلم على حاجات كتير بلا مرجعية. فاحنا يهمنا ان احنا لما ناخد وصفة لطيفة مهما كانت اللي قدامي بتقولي ان الوصفة دي ما حصلتش, يعني اشغل مخي شوية صغيرين قوي واتقصى الحقيقة واشوف الموضوع ده هيبقى افكتيف معايا ولا لا. ففي البداية انا شايفة ان اي وصفة بيكون لها عنصر اساسي او حتى لو لها اكتر من حاجة, انا بكل بساطة هشوف فوائد واضرار المنتج ده, او مثلا الوصفات الطبيعيه اللي فيها ليمون, فانا بكل بساطه هدخل اعمل سيرش اشوف اضرار وفوائد الليمون للبشره. انا لنفسي هبقى فاهمه الموضوع ده صح ولا مش صح. وزي ما قلنا ان احنا لازم اي وصفه هنجربها لازم نجربها على حته الاول في وشنا بعيد, مش هنجربها على وشنا على طول. طبعا مهم جدا ان انا يعني اشوف برضو اللي انا باخد منه ريفيو او اللي انا باخد منه وصفه ده يعني ايه التايتل بتاعه, مثلا هل ليه فيديوهات تانية الجمهور بتاعه حد جرب الحاجة دي ولا لا, يعني الكومنتات بتاعت الناس نفسها. يعني انا مثلا لو دخلت جربت حاجة وكانت مش كويسة بالنسبة لي فانا هدخل اكتب كومنت يا جماعة لا ده مش حلو. فانا من المهمة برضو ان انا اشوف الناس ارائها ايه على المحتوى اللي بيقدمه الشخص ده. وطبعا من المهم ان انا نفسي اخش اعمل سيرش عشان اطمن, عشان ما احطش اي حاجة على وشي او اي حاجة على ايديا تعملي بعد كده مشكلة. اطمن اشوف ده ليه اضرار ولا ملوش, ولو لي اضرار هل الضرر ده يعني ليه, يعني مثلا في حاجات اضرارها ان انا ما اخرجش في الشمس, ما اعملش ماسك معين واخرج بيه في الشمس بعده في الشمس. لو انا ست بيت وقاعده في البيت وما بخرجش للشمس اوكي ممكن اجرب, بس اهم حاجه ان انا لازم اتقصى الحاجات دي منتجات طبيعيه ليها اضرار ولا لا, والاضرار دي بالنسبه لطبيعه حياتي هتعمل معايا حاجه سايد افكت يعني او حاجات اضرار. ايه الماسكات اللي ممكن لو عملتها مش المفترض ان انا اخرج في الشمس بعدها؟ زي يعني الحمضيات كلها, يعني اي حاجه فيها ليمون اي حاجه فيها طماطم, الحاجات اللي فيها فراوله مثلا, الحاجات اللي شويه كده يعني لما بتتحط بتحرق شويه دي ما يفضلش ابدا ان اعملها واخرج في الشمس.